Ora chicken. Salamu alaikum. السلام عليكم. بدينا وغادي نخلاو الضحك اليوم في الليل اخوان. اليوم غنضحكوا، انا بعدا غنضحك والله ما ندير شي حاجه من غير الضحك. صافي انا وجدت راسي باش نضحك. فينالمون مبقيناش غنديرو لايف في تويتش، غنديروه في انستغرام. نديروه في انستغرام باش اغلبيه المغاربه يعرفوا شنو الواقع. السلام عليكم اونكور اون فوا خويا سمول، تحياتي تحياتي للاستاذ عبد الصمد. نتسناو بارطاجيو شويه اللايف الاخوان. سيبا حسنت اخويا على قبل هذا اللايف باش نبان زوين، عارف يهزو اللايف والله ما نبان زوين وكنضحك. انا بقيت وليت باغي نبان زوين شويه، غنبكي عم غنشوفو الاخر. يلا زيد بارطاجيو اللايف، بارطاجيو اللايف. الله يسر عليكم هذا اللايف، هذا سي تريز امبورطون. هنا اللايف غيكون طويل، غيكون طويل وفي دي زانفيتي وفي وراق هادو يجبدوا دي رابور اليوم. ما والله ما عارفين مش فين نمشي انا اليوم، مانيش مليح مانيش بيان. سبت صمد نعم دير درتي معهم نضادر خيس كورليون ابا اسرائيل فوق زيك اسرائيل بلا شيري. معايا واحد اللحظه باش باش على خاطرك اخي ديال عم تهزنا امجينا على السمول باش نتهزوا اليوم. عم تهزوا بالطراكاج في اللايف وقعدت تسمع تهز اليوم بنادم غادي تهز اليوم. كلشي كيتفرج في اللايف سبحان الله العظيم، جميع اطراف النواحي ديال كلشي كيتفرج. عرفتي هذا اللايف تحب واحد تسولني عليها السمول، بنادم في الطاكسي كيسولك يقول لي برو كيفاش غديروا اليوم اللايف شنو تقولوا فيه برو. اليوم المغرب كامل فهمتيني، المغرب هما الناس اللي كيستافدوا الاولين في لا ليست الاولى ديال لي ريبارتيسيون في المغرب، اللي هي خاصها تبارطاجي مع المغاربه. حق المغاربه انهم يعرفوه، ولكن هما ما كيبارطاجيوهاش مع الناس باش ما يعرفوش الناس شنو واقع. دابا اخويا سمول شوف، بداو معاهم ستيب باي ستيب عشيري. ريبارتيسيون سير ليست دي ريبارتيسيون، انا باقي ما عارفهاش اخليها الله يحفظك. انا عارف راسي غنتصرف. شوف انا عارف راسي غنتصدم، انا بعدا انا عارف راسي ما جيتش بياش غنقلب على احسن قنش في الدار ونشق فيه دماغي غارية. انا غنضحك ابا صاحبي بنادم كاينين خويا. انا بغيت حنا غنرجعوا خويا، شوف نرجعوا معاهم قطاع يهون. ملي كيبان لك اخويا بحال المايسترو موحى عنده 70 عام ديال الكارير، وكان حسن ثاني كيستقبل به الضيوف ديالو وكيموت الساط عمره ما استفد درهم من احيدوس، راه جرائم. يا عشيري يلا درنا با ديرونجي باش حتى شي واحد ما يديرونجيني. اكيد انت كيجيك لي زابيل يمكن يا ابا خويا. انا شوف انا نقول لك، انا بغيت نهضر على بلان. شوف نبداو معاهم ستيب باي ستيب، نبداو نشرحوا الناس دقه بدقه. شي لعيبات اللي صيفط لك قبيله لي رابور، رابور ديال لاكور دي كونت ياك. عندك اكسي الواتساب ديال قدام بي سي كدا. شي لعيبه عندي ندير شي بدوس، تقدر تجبد شي راب تخبط، تقدر تجبد شي ورقه من دوك لي رابور باش ندير واحد اللعيبه صيفطهم لي هنا باش نتلاشاهم عندي با. المهم باش يعرفوا الناس نو بلان لاكور دي كونت. كتقول بلي هاد الهضره اخوان ماشي اختارتها ولا شي لعبه، راه كاين ادخل لجوجل اش قلب تلقى هادشي كامل كاع المعلومات. تدخل تلقاهم في جوجل، زعما اي واحد فيكم يقدر يقلب. كتقول لك بلي هاد الناس طريقه ديال التدبير زعما كيفاش كيسيروا العطاء الي انورمال فهمتوني. وزير قالها
بن سعيد قال سي وزير الثقافه بن سعيد قال ياك انا ما نكونش قود من وزير مرحبا ماشي مشكل ياك ياك وزير اخوتي قال لكم هذه الهضره هذه ماشي قلبت انايا بحال اي مواطن اي واحد وقال لنا قلب لك الهضره كاينه دونك هذه بعدا غير هذه كتخليك تعرف علاش كاينين دي راديو اللي كيخليونا حنا كنبقاو نطرطقوا في العراق ونبداو نقولوا هذيك الراديو غتعاود دوزني غنجي غنشعل العافيه ما عرفتش غندير بس كنت تفهموا دابا علاش حنايا الا باز كنبداو نهلوا على راديو ولا الا باز لا راديو دايره شي غا شنو ما كيخلصوش علاش ما كيخلصوش غير جي غيعطيك فلوس لما غاش عطي دوك فلوس عطينا اخويا لما غاش عطي دوك فلوس برو هذاك اللعيبه ديال الراديوات اللعيبه ديال لي راديو بعدا كنا دوينا عليها بعدا حنا غادي زارتيس بعدا ما خصناش كاع ندويو عليها حيت اي كاينه في المغرب كدار على واحد الاسس باش يكون عندك برو هذاك كلاسي ستورمي اخوان الفنان اللي شي فنان باغي يدخل يتزاد معنا في هذه الهضره اللي بغى يدخل مرحبا اللي ما بغاش يتعفيش مرحبا نتوما تعرفوا روح عيطوا ليوسف نعيطوا ليوسف عيطوا ليوسف سير شكون يوسف؟ حيتاش يوسف هو ملك الموت ديالهم يوسف هو اللي كان يوسف هو اللي دار لهم ديجيتاليزاسيون ديال السيستم يوسف هو اللي كان كيحارب بوحدو الصوت ما كان كيعرفو حتى شي واحد تطلقينا به عيط يوسف كامل دير لي يوسف كامل سير دوموند اخويا يوسف سير اخويا دوموند انا كنقلب هو خويا يوسف صيفط لها با ولكن بلاتي انت واقيلا اللي تقدر تصير صبر ندير معاك واحد البلان ندير معاك بلان نقي ندير واحد البلان زوين يوسف الكاميلي ندير كاميلي كتبها كاميلي ك ا ام اي ال اي اوكي كاميلي يوسف كاميلي يوسف دارت صوره نواره بلون في اربع ناس هذاك هو الجلاد ديالهم عاوتاني هذاك هو اللي كيعرفوا هذاك هو اللي كيعرفوا غير الزار ما كيعرفوش البوبليك كيعرفوا غير هذوك اللي في الماء الجلاد السلام صباح اخو ترونكيل الله يعزك البرادر الله يحفظك عاش من شافكم الدراري يوتيوب انا برو شوف انا داري باش نعاود نبريسيز هو اللايف هذا حتى بين مسكريني وكنتاخذ من قبيله وخلي كل واحد زعما كل واحد والله لا يزوم ديال البارطاج اللي كدير عليه انا بغيت نقول حاجه وحده احنا ما بغينا نطبقينا على حد ما بغينا نتحاربوا مع ما بغينا ديالنا حنا بغينا داك الشيء ديالنا يكون مريقل بروح وني بيان داكور اخويا حنا بغينا غير الحقوق برو حنا ما كنعجبش يوسف انت الله ديالك عشيري داكور اخويا اسمح لي حيت ما كتسمعش مزيان هادشي اللي كيبان الرجول سنا دابا نشوفو دابا يمكن شوف دابا مراك تعاود انا نخرج على التصوير ديالي لا لا خليك ديالي انا لا الروتور ما عندي جوج شوف الروتور ما عندي يمكن عندك يمكن عندي عندك انت عندك هذا بلاص الكاميرا غتبقى فين كتقلب تنقيب المايك ما كاينش تما حداها المايك لا لا راه سميت الوغ نعيط من هنا لاخر عندي تليفون اخر صافي صافي سمحوا بالتليفون هو يدخل بتليفون اخر صافي يدخل بتليفون اخر وما الاخوان شوف احنا 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 ما قلنا ما محاربين ما كنسبوا حد ما داخل الاخوان ضارب قميصه في اللايف باش تشوفوني داخل بسلمي لواحد دار سمول ضارب نضيض راس فهمتيني داخلين مؤدبين لطيف نايس
ناري عبدو كيموت بالضحك في اللايف، كنشوف كنت وراء الكاميرا اخويا عبدو. بوي اخوان سمول بغي 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 يدير واحد البلان، بغي يجبد ليكم صدي فريويا، بغي يجبد ليكم لا ليست اللي هي نورمال المواطنين خصهم يعرفوا هذا بالحق يعرفوا، باش يجبد ليكم لا ليست طب 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 50 ياك صارت. شوف هنا نعطوهم غير 11 الاولي ولا 12 الاولي، لسه طويله اصاحبي. سير 20 سير ال 20 يا 25 سير النص بالنص. الساعه وصلت لي 12 دابا. اسمع 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 اسمع، شكون الاول شكون الاول شكون الاول شكون الاول؟ شكون الاول؟ ماني الاول، شكون اول اله هذا الموسيقى في المغرب؟ اشيري اشيري عبد الوهاب الدكالي. هذا بالاول في الخلاص بين ذا ياك هو الاول، هذا هو الاول طوب نمره واحد ديال شوف دروا دوتور كوبي بريفي لعيب كلشي حبو تبن ما تناقش مع فهمتيني الاول الصاد عبد الوهاب الدكالي. ولكن اول واحد رابا في المغرب برو. انا راه هو الرابر الوحيد نموني نموني. شوف انا بعد مره شوف زوزو زوزو بلحقو 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 يلا دير لي البوكس بزك الان ومونيك باقي كيستريمي انا ومونيك خلي المهم شوف قال لك ياك تسنى 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 مع احترام مع احترام من الكارير ديال الموسيقيه في ذاك الوقت ومثل المغرب في مصر اقسم بحسن كندير معاه مزيان با الحسن الثاني كنمهلي فيه كيصيفطو تما وكان فهمتيني هذا الشيء هذا الحسن الثاني هو اللي كان واقف لي على الشغل ديالو مع كيما بزاف ديال الفنانين اللي كان واقف معاهم. عبد الوهاب الدكالي دابا هو الاول، شكون هو الثاني؟ خلينا نقول خلينا نقول وطاو دراك كريم طاهري جوجي معانا اخويا كريم طاهري. انا اخويا تساو تساود انا مع تساو هو رقم تساو صافي شي انا الصراحه عرفت انا شكون هو تساو. شوف تساود حنا جايين لي حنا نمره تساود انا تنحبو رونالدو حنا الدراري خصكم تعرفوا بلي انا عارف نمره واحد. شوف عارف بوزيسيون جوج عارف جوج ديال عارف جوج عارف جوج انا في الليسته كامله عارف جوج هادو عقلي عقلي وقف معاهم فهمتوني دونك حنا جايينكم الهضره. ثاني تبر انا نقول لك شكون ثاني تمروا عليه. نعم شكون سوال بعيد بعيد ما كاينش كاع اويله لا ما كاينش لا ما كاينش كاع انا عندك كاع شوف غنصدمك نصدمك في بطالي الدول جرد وما كاينش وي والله ما كاين لا ولا با لا مو قال لك سهل بزر ما قال له وانا باي واه رب العالمين ما زال يقول الدري صغير نغفلوا عليه هانيه وباه تا هو غمقتوا عليه الناس بخير وعلى خير ما مسوقينش الدروه دوتا. شكون الثاني شكون الثاني؟ لا وانا باي مو هادي النقطه التاريخ لا ما تسلى شكون شكون التاري صبر صبر اليوم دابا عمرهم في حياتهم ما تسناوها وما عارفينش كيفاش مقهم كيفاش اشوف راهو السمن راه كاينين الرجال كاينين الرجال فين ما مشيتي. عندي واحد السؤال عندي واحد السؤال شكون سي البولماني كاين مع العشره الاولى بولماني بولماني ما كاينش البولماني الحمد لله الحمد لله. غفوري 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 لا ما كاينش حتى هو برو طلع 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 يوسف كامل فين هو استنى ناري هادشي الصمور ما يمكنش كلشي كتقول لي صاحبي جيني فاش كاين جبتي لي رسميه وقفتي لي عقلي يا برو ها يا ربي اخ برو راه مكبسه في دربنا الدكاره بس
واش انا اللي غلط ما عرفتش هاد السيد ولا حتى شي واحد ما كيعرف هاد السيد؟ انا راه ما كنتش كنعرفو با حتى بديت عاد عرفت. واش من حدا البوليس عرفت انا عرفتو انا عرفتو بالعمل النقابي ماشي في الموسيقى في النقابه. ولكن مخرج عنده شي 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 حوايج قبل مخرج شي حاجه مخرج بكري بكري يا ما باش حنا باش خاسرين ندخلوا اليوتيوب دابا با انا شكون لا 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 اون دو ستريس يلا شكون شكون تالت لحظتك باش نشوف الفرا اللي راه لي تيفون على هذا بتي تالت تالت سيدي اخوان اخوان في اللايف اخوان في اللايف واش كاين شي واحد كيعرف هذا السيد؟ والله اخو عاطف انا والله قسما بالله ما كنعرفه عبد العاطي مولاي حل بيع الزرابي عبد العاطي امان تا هو واحد المولين هو ما كاينش هو ما بس الله يحمد العالي اه قلب قلب وقلب والدري على السماء واي بالو لكم دير مولاي احمد العلاوي قلب شنو ما كاينش اصبر تاتا ما بغيتيناش نكونو سيريو بالرجولة عندي سؤال اللي مؤلف النشيد الوطني واش كاين في الطب ديس اللي مؤلف النشيد الوطني واش كاين في الطوب ديس ما عرفتش شنو قلتي لي يا سهل اخويا طه واش ديكلاري بعدا في البي ام دي اولا لا سي سي ام واش كتبروتيجي البي ام دي اولا لا سي سي ام واش فلوسو كتمشي للبي ام دي اولا لا سي سي ام حيت الجزائر فلوس لوتور ديال النشيد الوطني والكومبوزيتور كتمشي لا سي سي ام الجزائر كيخلصوا الفلوس تاع النشيد الوطني تاعهم لا سي سي ام هذا سوجي اخر سير دابا قول لي شكون هو الكاتب الكاتب ديال النشيد الوطني شنو سميتو ما عرفتش انا الصراحه سميه شويه طويله انا كنت عاقل ديجا دازت سامي واش قلب بلاتي حنا اخو انت كاين اين فوت فوت كبار سمول سمول بعد عندي باش نعاونك سمول اه معلم عندي باش نعاونك دابا شوف شوف قول لي شكون هو الثالث الله يحفظك الثالث با هو عبد العاطي امانه حتى هو واحد الملحن ومغني حتى هو نفس تيم شنو لحن شنو لحن لا شنو عاطي اول مره كنشوفو انا باش نقول لك هذا ولا تقول كتعرفو اخويا كنعرفو في النقابه تلاقيت معاه كنقابي ماشي كموسيقي واه واه من الدير عنده دوز
خصنا نكونوا كنعرفوهم فهمتي. ملاحظة الدراري غير واحد الملاحظة دابا دابا وقيلة إلى إلى الذاكرة تاعي كتنفعني. من غير من غير دكالي هادو تسميات الاستماع تاع البيم دي او تقريبا كانوا هما فيها شي 6 ولا 7 كانت كتسمع لي زوفغ ديبوزي في البيم دي او هي اللي كتقبل ولا كترفض وهي اللي كتحكم واش هذيك بلاجيا ولا عمل حقيقي اصلي. المهم كانت عندهم شازام فودنيهم فهمتي. دراري هما اللي صايبوا صاحبي كانت من عنده فكرة ديالو شازام هنا شازام هنا دراري اللي كاتب اللي كاتب لنا انا سميتو عالي عندهم شازام فودنيهم وما كاينش كوش بلاجيا ولا لا. اسمع 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 اللي كتب النشيد الوطني هو مولاي علي السقلي. علي مولاي ياك هذا كتب النشيد الوطني ديال المغرب تحيه الدراري ما كانش في لا ليست الاولى الدراري اوكي. شوف قال لك اسيدي كتخلصوا لاصاصين ياك مي كتخلصوا الوغ ديك طرا في لاصاصين اذا بحال الجزائر بحال هذا هو الفيلم عادلنا. المهم شكون الرابع؟ الرابع سيدي هو نعمل الحلو بلاتي نعمل الحلو ابا انا بلا نعمل الحلو كنعرفو بعدين نعمل الحلو كنعرفو شامة شامة شيك شامة 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 هي غلط غلط ابا نعمل الحلو هو الخامس. الرابع هو احمد طيب العلج ممثل ابا ومسرحي. شكون هو احمد طيب العلج؟ الورثه ديالو الوغ اللي كيشدو الورثه ديال احمد ولا. طيب ولا. شكون هو وريه ليا نوريه لك. انا عرفتي صوت هادي من ديما نورمالمون الا كان العلاج خصو يكون حدا صديقي انهم نفس الميزان. طيب صديقي نقولوا حاجه الوغ فينا هو صديقي يرحم لك الوالدين صديقي مسكين. ها هو الدري محمد طيب العلاج هو هذا كاملين كنعرفو هذا شتي غير بسم الله. بعد انا واحد الملاحظه لاحظت هنايا ما كاينش شي مراه هنايا لا ما كاينش شي عنصر نسوي هنا كاع كلهم ذكور. زيد هاد الكارثة فين وصلنا بو فين؟ هيا نسمع لاصاصين سير سير اودي انت ربك شرط ما كيكاعك يضحك وحق الرب. الخامس نعمل الحلو ياك شامة شامة الدراري. المهم السادس هو الباتولي محمد. شكون السادس هو الباتولي محمد هذا تا هو كومبوزيتور الدراري مع كيكون مع لقيت واحد الديسك ديالو هنايا بلاتي سكوت تورتش ديال المغرب هذا ماشي تورتش فهمتي ملحن كيلحن وقيلا مع عبد الوهاب طبقه فهمتي هما راه كليكه وحده راه ولاد قنت واحد كيريحوا كاملين في قنت واحد. زيد الاستماع جنت الاستماع داكور زيد شنو وصلنا السابع عبد الله عصامي. الدراري راه كتجبدوا لي شي الدراري راه كتجبدوا لي شي سميات ما يمكنش والفرنش مونطاني ما كاينش والله عصامي والرضوان ما كاينش. انا دخونا اول مره كنشوفو عشري بالروج مع احترامي ليه هذا هو السابع هذا هو عصامي هذا هو السابع هذا هو النمره 7 جواد الزين. شوف راه ما كانوش كيتسناوها صح ما كانوش كيتسناوها التاريخ ولا رايح ما كنرحمش با
وهادو نورمالمون دي دوني بوبليك ياك هادو معلومات عموميه خص كاع الناس يعرفوهم حيت ما كاينش شي حاجه هنا فيها الخصوصي ماشي فلوس ماشي معلومات خاصه حساسه على الشخص نورمالمون هذا كنعرفوا المبدع الواعر عندنا في هذا العام ولا في هذا البيريود ولا في هذا التريميستر في المغرب حقنا نعرفوا كمغاربه شكون واعر عندنا هذا العام هذا الشهور كما وزاره الثقافه ملي كتعطي الدعم للفنان كتبوبليش لما عطات وشحال عطات وكتبوبلي حتى لي مونطون بارونس في الانفورماسيون حنا ما بغيناش يتبوبليو لي مونطون داكشي خاص الله يسهل عليك ولا واحد حقه هذاك من حقه يبقى داكشي سري ولكن نعرفوا الترتيب شكون الاول ديالنا شكون الثاني شكون راه فلوسنا هذيك حنا اللي كنخلصوا داك المبدع سير كمل وصلنا بنا الثامن وا عبد القادر وهبي هذا وهبي بلاش كل شيء كاين تكنولوجيا الله يرحمنا الوالدين عبد القادر وهبي ما لقيتوش اخويا عبد القادر وهبي بلاش انتروفاب اديني شي وحدين ما كيقراوش النتور ما خدامش معاهم جوجل مي خدامش عرفوه نورمالمون سي في تاع الارتيست دابا احمد وهبي احمد وهبي ماشي بلاشي عبد القادر وهبي افضل واول بلاشي شي موقع بلاشي نشوفوا عبد القادر وهبي عبد القادر وهبي قائمه الاغاني جريت وجاريت ولا غنى جريت وجاريت نعمه سامح ولا مصيبه صبر قادة ديال عبد الجليل بن الخياط الله يهديك ديال عبد الجليل بن الخياط تعلم المهم هذوك يخدم مع نعيمة سميح عبد الجليل بن الخياط عبد الدكالي وما كليكات صافا واحد النوع موسيقي هذا راه نورمال هذا راه يحترم انا بعدا من عندي يحترم يحترم من عندي انايا شوف يحترم انا شوف دابا شوف دابا كاين عطيني شوف عطيني دي لوكوكو تشو دي بيتش اغلف عطيني رونالدو 99 الجيري عطيني دافوري شوف طه باش نبينوا واحد اللقطه حنا هنا ما كنضحكوش على الناس هاد الناس هادو برو داروا موسيقى الله يسهل عليهم حنا كندوو على الناس اللي كيتسمعوا دابا راه هاد الموسيقى هادي هاد الجيل هذا لي بواط والقهاوي والستريمز راه هاد لا جونيس هادي ما بقاش كونسوميش هاد النوع ديال الموسيقى هاد النوع ديال الموسيقى كيكونسوميه واحد الجيل معين اللي هما والدينا فهمتيني يا برو دونك لي كل دي ماشي هما غران كونسوماتور دو موسيقى بور لا كونسوماسيون جينيرال ديال الموسيقى في المغرب دابا دابا في 2022 هاد السنطو لي المغاربه كاملين فيهم مشيتي كتلقاه دابا شوف كيف هادوك كيولي الاساتذه ودوك فهمتيني دوك المسطين تلقاو بداو بدكالي وهاد المزيكا هادوك كيضربوا عليهم الطاسه شويه طونكيل هو كيسموها الموسيقى ديال النخبه ولكن راه ما كل ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي موسيقى تلحى في الطوب ديس لا ما كاينش ما حتى شي تلحى لا ما كاين اصحاب الرباط زعما ماشي باش نعمموا ولكن اللي ساكنين في الرباط اللي حدا البامديه اللي كيتقهوا قدام البامديه هما هادو زعما عطيني رونالدو معلومه ديالو عطيني الفافور معلومة ديالنا السيمي دي نمرة 9 دا معلومة ديالنا عشيري المرتبة التاسعة في المغرب تحية السيمي دي السيمي دي لا نوفي كرسون ومبي في البيم دي يا برو كون سانتر واه صاحبي راه صعود سانتر هذا مطلمون باش نقرا 10 عزيز حسني باش نشوف هذا عزيز حسني قلبوا عليه عزيز حسني إيه.
لا ما لقيتوش. ما كاينش. تقلب انستغرام تلقى شي واحد ما صحيح. هذا صاحبي شان مسك. دابا شوف جبدنا 10 الناس ياك. دابا وصلنا 10، النمره 11. اسمع بغيت نقول قبل ما نوصلوا 11 الناس اسمع. قول لي. فهاد 10 الناس اللي جبدنا. شحال من واحد عرفناه ديريكت؟ عبد الوهاب بكالي، محمد طيب العلج، نعمان الحلو، وصافي. انا مع محمد طيب العلج. عرفناه، عرفوا بعض من الجيل الجديد. اشبال الديناصور. داكور، واللي عرفناهم. شكون اللي فيهم دابا داكتواليتي؟ توا. مرسي بوكو، كمل اخويا السما. نمره 11. تسنى انا عندي نقطة أخرى. نمرة 11 توفيق حازيب الدومبي وناري الدومبي سيميك شد اكثر منه. كيفاش الدومبي سيميدي ياخذ اكثر منه؟ سيميدي هو التاسع، الدومبي هو النمرة 11. ماشي نورمال. ومن بعد الاخر المهم هذا اللي عندي هنا 12. عبد الواحد تطواني هذا فين شفت لي واحد الفيديو في انستغرام كيقول لهم لا راه المديره الله يعمرها دار وكذا وطل الى اخره. يلا عرفتوا حتى شفت الفيديو ديال فيسبوك. المهم ما عليناش واش دابا واش لوجيك ان بعدا كاين هنايا غير الرجال ياك؟ واش لوجيك ان ما كاينش كاع نساء هنا وما كاينش ممثلين معروفين؟ واش لوجيك ان على الاقل نقولوا كاع سعد المجرد كاع اللي مبلبلها كاع العربي ما كاينش في هاد لا ليست الاولى؟ واش دابا سيمهدي ما كاينش كاين سميت سيمهدي هنا وما كاينش سميت سعد المجرد ولا ما كاينش السميه ديال حاتم عمور؟ واش اللعيبه كاع هادو اللي خدامين زعما وكذا ولا ديالك انت ولا ديال الدراري اللي خدامين؟ ابرو العابت ويوسف عندك الداتا ديال لي باساج؟ كاين باب الصمد. تقدر تولي لنا شي حاجه في التوتال وفي توب 10 راديو في المغرب في الكونفرنس ديال اش حنايا بغينا؟ دابا حنايا بغينا نحطوها مع لا هذيك الداتا ماشي ديال بي ام دي، كاينه داتا ديالنا حنا كشركه وكاين واحد حنا غادي وكاينه داتا ديالنا. لاحقاش الداتا ديالنا درناها فواحد البروجي كنا غادي نديرو الكونفيونس ديال كاع ديال راديو افريك. المهم ما كملش، قصة طويلة هذيك ماشي هو الموضوع تاعنا دابا. كاين الداتا ديال المغرب ديال هاد الايمان. غنشوفو التوتال بعد السمر. التوتال ديال شحال ديال الوقت بلاش هانتوما لي زامي بلاتي واش كيبان لي انا راه كيبان لي التقنيات هذا هنايا هانتو شوفو كاينه هنايا 529 مليون سكوند ديال الاستغلال. هذا بعدا امتى اين عام با هذيك من من سبتمبر 2018 حتى سبتمبر 2021. شنو كاين هنايا؟ راديو بلس راديو انا ستاتستيك ديال الاول لي راديو اللي كيخدموا بالموسيقى ولا ياك. شكون هي الاولى فيهم؟ الاولى اللي كتستعمل الموسيقى بزاف اللي 20% هي هيت راديو. واخا كاين من وراها كاب راديو 19%، راديو بلس كازا كاين 15%، راديو شين انتر 13%، راديو دوزيام 13%. واخا لارتيست دوزيام ماشي راديو ارتيست هادي. ارتيست لقيت ماما لي توب لي توب راديو ارتيست راديو ميد 1 رايت راديو دوزام راديو شان انتر هما ديال لي قلت الفازا. هادشي كامل غادي نبوبليو ام ارتيست اكسبلواتا في توب راديو بار ارتيست ماشي فين كاين الشي هذا؟ هيا هون فاس 100 على راديو ماشي فاش هنا وحده؟ في باغ راديو باغ ارتيست راديو باغ ارتيست عندك الراديو ميد عندك 8974 ارتيست داكور عندك راديو هيت راديو 5948 ارتيست
داكور. عندك راديو دوزام 4826، راديو شان انتي 4465. ما بان راه كاينين عباد الله. و باغ شونسون باغ تراك تما اي باغ تيتخ. راديو ميد راديو ميد انت راديو ميد ان في 15944 تيتخ. الو 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 لا لا حسبنا كلها تيتخ نديرو لو موان فيه جوج تاع لي زايون دغوا نضربو هذيك فوا دو راه تولي اكثر من 30000. شابا راديو شان انتر 9000، راديو دوزدان 9000، فيت راديو 2855. لا هذيك ديال الليبل اخويا السمول عقلي وقف. برو مقبيله وكناكل في المسكه وكناكل كنشرب فريد بول وكناكل في ميلكا باغي نطلع الطونسيون وحق الرب. المهم الداتا هذه غادي نبارطاجيوها معايا. كاين الطوب ديال ليزارتيست ولا لا؟ كاين الطوب ديال ليزارتيست عندك يوسف ياك ليزارتيست اللي كاين الداتا؟ كاين هذيك الداتا غادي تبوبليها انت هذيك داتا رون. حيت دابا حنا فهمتي بحال قلتي بنا حنايا جينا وجبدنا بنادم وقلنا كي شد ها شكون هو هادي هاديك مزيانه هاديك مزيانه. لا بغاو يثبتوا باللي حنا كنكذبوا وما عندهم الحق. حنا كنقول لهم كيزوروا الا بغيت تثبتوا باللي حنا كندعيو شي حوايج عليهم راه ديك الداتا كاينه ممكن نعطوها حتى للقاضي ونديروا خبره تقنيه ديالها واش حقيقيه ولا لا. راه هذا هو المشكل. انا اصلا ندير هذا اللايف على باز قلتها البارح سمول ودرت مع بزاف ديال الاطراف ديال درت مع بزاف ديال الناس ديال الموسيقى ديرنييرمو سيرتو هاد اليومين على هذا الموضوع هذا سيرتو ملي لعبت ديك التصويره ديال غندير لايف ملي لعبت ديك ستوري ديال غندير لايف بزاف ديال لي زابيل بزاف تاع هنا وهنا وهنا وهنا. المهم امرهم ما بغينا مشاكل ما بغينا محاكين ما بغينا صبا كلشي نقادو هاد الاندستري هادي غادي نجلدوهم جلد لا ينسوا. هو الانسان نقول لك المغرب برو المغرب عامر بلا كيلتيو برو عامر وفيه بدل غني المغرب العالم العربي والحق كاين عندنا ماديه كبيره بزاف طروه ماديه كبيره ولا جنان استغلوها غادي نجيبوا عائلات كثيره للبلاد غير من الطروه لا ماديه لا استغليناها في التراث ديالنا برو. اسمح لي اخويا اسمو نقاطك هاد خونا هذا مقبل وبنادم كيخربق في لي كومونتير وما كنجاوبش هذا غنجاوبو واخا ما اسمحوا لي قاطعتكم نتوما همكم غير في الفلوس فين هما البومات بخير فيكم واش بلاش 2017 خويا الا ما كنتي كتشارجيني جمع السته اخويا ما عندكش اكثر سبوتيفاي نرى يلاه حليح البوم سمول لهم في راسك شرا ليح او بي خرج فينيل لما راه كاينين بزاف ديال لي زالبوم خارجين اخويا الزين وسير اخويا رضا كري كونت جديد حيد لك الكراندي طوطو ما عندك ما دير به سير قلب على شي لعيبه اخرى كمل اخويا سمول اسمح لي ديك با ايماجينا دابا ايماجين معايا هاد المغرب شو دابا شحال ديال لي زارتيست عاناو وماتو ما عندهمش وما خداوش الحقوق ديالهم رفصوا عطاو للفن حتى يحبوا المهنه ديالهم ومازال قاوموا حتى لاخر لحظه. بنادم راه كاين الناس اللي دابا لحد الان كيعانيو في الصمت وكاين اللي تكبروا ما لقاوش اللي يهزهم عاد دواو فهمتي يا با وهكاك والمكتب اكثر من 18 مليار ولا فهمتي يا برو. ايماجين دابا كون عندنا حنا صناعه وكنصايبوا مسلسلات واعرين العالم العربي كيشوفهم العالم كيشوفهم كنصايبوا افلام واعرين كنديروا الموسيقى كلشي كاع اي دومين في لاكولتور شحال هذا المكتب غيدخل الا كنا حنا كنكسبورتيو لاكولتور ديالنا وكيكونسوميها العالم كامل شحال ديال لي بوست ترافاي كنكريو في البلاد بعدا ارتيست شحال ديال الناس معاه الدليل هو تركيا دخلات عندنا ما كاينش شي واحد كيتفرج في مسلسلات تركيه في الدار هذوك الناس كيعرفوا شغلهم اخويا هذوك الناس خدامين كيعطيو الناس حقهم كانفيستيو في برو كنا كناني ديك النهار ديال ستوري راه ما يمكنش ان واحد الحاجه اللي كيديرها بنادم واصلا حنا في واحد البلاد اللي الثقافه ديالنا راه هي الاي دي ديالنا راه حنا غنمشيو غادي نخليو اعمال كما خلاوهم ناس اخرين راه ما يمكنش ان الحياه كتمشي لقدام وكتعول على الاستمراريه يعني حنا كبنادم
باش نبقاو في الحياه. ديجا ديجا الطبيعه كتخلينا نستمروا، كنولدوا ولاد ولادنا كيولدوا ولاد، كاين واحد كاين واحد كاين واحد الاستمراريه في الطبيعه. كيفاش حنا عندنا هذه الاستمراريه هي اللي كي زعما هي اللي مبازي عليها البشريه، ونكونوا صاحبي حنايا كن لي زارتيست ديالنا والفنانين ديالنا ولا كلتشر ديالنا ما عاطيناش القيمه، وبرانا كيدي ديالنا وما كنعرفوش كيفاش ندافعوا على حقوقنا، كنتلفتوا لهادو خوتنا حنا واكليننا والبراني واكلنا. واش ما حشوماش؟ واش ما عييتوش يا عباد الله؟ واش ما عندكمش رؤيه؟ واش ما عندكمش فيجن؟ واش ما عندكمش واش نتوما ماشي مغاربه؟ نتوما راه ماشي رجال على حاجه وحده برك نقولها انا، ماشي رجال حيت الحرقه اللي فين الحرقه اللي فينا حنا ما فيهمش هما. كون كانوا ديك الساعات فوقيتهم خداو لا ديسيزيون انهم يديروا شركات ويبرودويو وينفيستيو ويطلعوا، راه هما يديروا الصناعه لا في السينما لا في الموسيقى. هما ما فيهم اللي يتعذب وبغاو يبقاو جالسين ما كيديروا حتى لعبه ويبقاو في التوب 10 وياخذوا العاقه اللي ماشي ديالهم وخليو عباد الله يضربوا تماره حيت ما عارفينش الحقوق ديالهم كيموتوا، وهما اللي عارفوا. مشكلة غير واحد التعقيب اخويا، انا بعدا شوف انا الدراري شي ندوي على ديك الطوب، اسمح لي نقول لك باش ندوي على الطوب انا بعدا بقى الثقافه النفسيه واخد بنادم تشهير كيف ما بغى، مصابق السي مهدي يكون نيميرو 9 في داك خلاص بعدا السي مهدي بالضبط هذاك لا ما مصافقش كملوا خوت هذاك لا ما مصافقش كملوا خوت شوف داكشي ماشي بزاف لا ما لا سمول نبدا نضرب التليفون سمول لا ما كان كنهاجموا واحد الارتيست رجل برو ما مصافقش، كنهاجموا واحد الانسان اللي كيقوم بواحد العمل اللي هو نقابي. ماهاجمناش اخويا النقابي ديالو باش مازال ما هاجمناش حيت هادشي اللي كنقولوا راه هادشي ديجا معلومات عموميه خصكوش يكون عارفها ديجا شكون الاول شكون، مازال ما هاجمناش عندي مازال ما هضرنا حتى شي حاجه في الخصوصي ديالو ولا في حياته، مازال ما هاجمناش. راه هو اللي خصو يقول لنا اش كيدير تما، هادشي اللي كاين كيفاش وصلوا ليه كيفاش كلهم هاد السنوات كانوا في القمه، كيفاش داروا ليها؟ بغينا نتعلموا من عندهم، بغينا هاد الميثود اللي عبد ما كاينش، عبد الهادي بالخياط ما كاينش، نستافدوا منه. وعبد الهادي بالخياط ما كاينش، نعيم سامح ما كاينش، عبد الهادي لطيف رأفت ما كاينش، ورويشه ما كاينش، والغيوان ما كاين فيهم، والغيوان ما كاينش، حتى واحد ما كاين هنا في هاد البلاصه. لا راه خويا راه حشومه قرب. واش عباد الله ما كيصحابوش باللي راه النيتورك فيه الداتا كل معلومات ما عمرنا ما غادي نخرجوهم؟ كيصحابو المغاربه ما عمرهم يشدو دابا المشكله، دابا المشكله البلاد كتضيع بزاف الفلوس باش نزيدو لقدام، حتى في كلشي، حتى في البنيه التحتيه ديال الداتا في المغرب، حتى في البنيه التحتيه المغرب كيقاد لي داتا سنتر وهكا، ولكن ديما كتلقى واحد الامي جاي من العصر الجيولوجي بغى يعرف بغى يسيطر ومخلوع من التغيير لانه قديم وما عارفش وكيبلوكي كيدير العصا في الرويضه وكتريب وما كنعرفش. هذا غير ديالنا حنا نهضروا عليه حين دي فاهمين فيه وعندنا الادله. سمع هكا هذاك الارتيكل ديك اللي ديال الوزاره ديك ديال وزاره الماليه وداك الشيء سمع الكاسيدي تمنحوا مبالغ الاعتماد الاعضاء بطريقه جزافيه ودون الاستناد الى معايير موضوعيه، اذ تختلف المبالغ الممنوحه من شخص الى اخر ويكون الفارق كبيرا احيانا حيث يتراوح المبلغ بين 800 الى 45 الف درهم، مع الاشاره الى غياب نص يحدد كيفيه القيام بهذا التوزيع. ولكن كاين مقشاره من 45 الف درهم اب سير 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 لا تتوفر إدارة ميزانية والمحاسبة للمكتب على أنظمة محاسباتية تؤطرها، وقد أدى هذا الواقع إلى ممارسات تسيير الإدارة المالية دون أن تخضع لقواعد المحاسبة العمومية أو أحكام المدونة العامة للمعايير للمحاسبة، وتتخلل الممارسات المتبعة من قبل المكتب العديد من النقائص، منها عدم توفر أهم الوثائق المحاسبية كسجلات والكتب وجداول الاستهلاك والبيانات المفصلة للمداخل والنفقات، يعني التزوير.
اللي ما عندهمش همايا الاستنادات باش كيديروا هاد لي ريبارتيسيون يعني ولا علاش كتبازي اشنو فين كيخسروا الفلوس يعني حتى صغير. انت دابا عطيتك انا 100 مليون وقلت لك فين صرفتها، قلت لي صرفتها اعطيني باش صرفتي ما عنديش مثلا. علاش كتبازي باش كتقول هذا النمره واحد وهذا النمره لا، هذا دابا عنده نقابه فيها 4000 والاخر عنده نقابه فيها 3000 هذاك هو دابا اللي عنده اكبر عدد النقابات هو النمره فهمتيني. حتى غادي يريب عليهم القط غادي يدير لهم ديك ايه ايه يضغط عليهم فهمتيني. راه المديره براسها كتعنى بالنقابه وحنا لا حنا معنا النقابه. خويا عبد الصمد غير باش كنا كنضحكوا كنا كنقولوا البي ام دي ا كدير لي بارتيسيون ديال البوائر اللي بو اكثر. راه معروفين معروفين الالقاب ديالهم راه معروفين. راه لي زارتيس كيقولوا مال الفراعه راه معروفين ما نشخص شكون، ولكن راه لي كيقولوا ايه الفراع راه عارف راسو. دابا تخيل معايا بدا من الخدمه ديالو هو كيفيق مع الصباح كيحل عينيه كيمشي للقهوه كيطلع يضرب واحد الدواره في وزاره الثقافه الدواره في الرباط كيطلع يضرب دواره يسلم على الوزير يضرب عليه يشد معاه السون شويه ويعاود يهبط عاوتاني يدوز للبنديه وعرف شنو واقع في الدايه صبح اليوم او من النهار وفي العشيه يمشي يريح في الدار ديالو. ماكي طالع من ظهور الناس ماكي انفيستور دي زارتيست ما شركات ما كانوش رجال ادير نقدر نقول ما كانوش رجال با ما عندهمش رؤيه ما 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 ما, ما, ما داروا حتى لعبه ما داروا والو الا داروا الفرانات والثقافه في المغرب قتلوا الثقافه في المغرب با قتلوها عطلوا الابداع بصفه عامه عطلوا الابداع تاع المغرب. شوف المبدعين كيهربوا من البلاد ولات البلاد جحيم والبلاد ضامنه الحقوق من الستينات وقبل البلاد دارت القوانين كانت بغات تكمل ولكن اللي يكمل عطل القافله وادي بحث الجمال باع القافله هو ماشي باعوا كل شيء باعوا الضمير ديالهم باعوا خوتهم خلاو ديزارتيست عاشوا في الفقر عاشوا في الدل عاشوا في الطلبه خلاو صاحبي الارتيست ولات عنده ثقافه التسول حتى وليت موسيقي زعما راه تلا طلاب. لا صاحبي عمر المبدع صاحبي ما كان خصو يخدم باش يعيش. المبدع كيصنع واحد الابداع باش داك الابداع داك الحقوق يرجعوا ليه باش يلقى الخاطر والقلب باش يعاود يبدع وباش يطلع حتى لمستوى الابداع. وباش يطلع لمستوى الابداع خاص الراحه الماديه وهذيك هي قصه ديال الملكيه الفكريه. الراحه الماديه اللي كيستحقها هو اللي كيستعملوها اللي ديالو اللي ديالو لان اذا ما كانش مبدع كتعطاش ليه كصدقه هذاك الشيء اللي كتبر وطاس ديال لي زوب ديال هذيك بان الخواص حقو هذاك ماشي منحه حنا لي كونسوماتور. انت خويا عبد الصمد كمبدع حتى انت كتخلص حتى انت المبدعين حتى طه حتى هو مبدع باش كيشري لي سيرفيس ولا كضو لا هادي ولا هادي راه كنخلصوا الدروا دوتور هاد التليفونات مخلصين الدروا دوتور. دابا هاد الناس هادو علاش داروا هاد الشيء؟ حيت عمرهم ما كانوا كيتسناو ان غادي تجي واحد الجينيراسيون غتعرف قواعد اللعب. 30 عام هما كيستغلوا هاد القطاع عمر شي واحد ما دوى عليه. واحد النهار كنهضر مع واحد الموظف في المكتب راه عارف راسو كنهضر معاه ويقول لي هادشي اللي كديروا فيه فاش سهلنا التسجيل اللي ماشي سهلناه شدينا اش كيقول القانون الدولي ودرناه. اش قال لي؟ قال لي كديروا ما يعجبش القدام. قلت له واش المكتب ديال القدام ولا ديال المغاربه كاملين؟ هو يقول لي انا قلت لي انت انا سولتك وبصح ما عجبش القدام مشاو للمينستر. المهم من بعد هذا اللايف هذا عطوطو غنبارطاجيو داك البروغرام اللي كان ناض عليه صداع اللي هو غادي ندواو عليه اللي كانوا داروا الدراري داروا يوسف وليكيب ديالو 2017 اللي هو باش عاوتاني ناطر روينه عليه عرفتي شنو طرا ديال لي بوم ديجيتال ياك ديال لا ديجيتاليزاسيون و فاش انستالو البروغرام وكونيكتاو معاه لي راديو والتلفازه اشنو طرا؟ هذوك لي زارتيست اللي كانوا لتحت طلعوا للفوق بحال رويشه والاخرين نزلوا لتحت فهمتي. هما راه عندهم هادشي في الارشيف قول لهم عندهم هادشي في الارشيف. ايه
بانوا الناس اللي كيتكسبلوراهم اللي هضره كبيره واحد الصاد قال لك هضره كبيره وكنتمنوا هادشي يوصل لهم بمدا ويديروا شرا وصلهم مبروع انا من داوين كيتفرجوا كيتفرجوا كاملين راه كاملين مريحين لحد وحاطين التلفازه وكيتفرجوا مبروع فهمتيني حنا دابا كنديروا لهم الجلد العلاني كنجلدوهم امام المغاربه اللي خايب بزاف هاد النقطه هو فاش كتولي النقابه ومجموعه ديال الانتهازيين كيبغيو يبتزوا الدوله الدوله بغات دير قوانين بغات تنظم القطاع هما النوضي الغوغائيه والحيحه وداكشي ديال الحلقه صافي بركه من هاد الفعيل بركه منهم بركه ما تبتز الدوله كاينه ما عجبتش شي حاجه دارت الدوله كاينه المؤسسه القضائيه راه الدوله عندها مؤسسات وخص بنادم يحترم هاد المؤسسات بارك هذاك الزمان ديال تبتز المؤسسه وتسحب راسك انت عندك لو بوا والضغط الدوله عندها مؤسسات غنخدموا تحت دوك المؤسسات وتحت القانون سينو راه ما الا حيدتي القانون راه حيدتي الدوله ولا حيدتي الدوله راه رجعوا لزمان السيبه وهذاك داك الزمان راه ما عمره يرجع في المغرب هذا القطاع باقيه فيه السيبه غادي تسالي غادي تسالي شوف كاع القطاعات اللي دابا حنايا كندو على القطاع ديالنا حنا اللي كنفهمو فيه واللي كنخدمو فيه كاينين قطاعات بزاف فيهم السيب داك الشيء خدم قطاع الاخرين اي واحد كيفهم شي حاجه وقادر يبدل شي حاجه يدير الحرب ديالو حنا با ما القضيه ديالو هذه هاد الحرب هو الهدف ديالنا ودوينا عليه من الهدف ديالها واحد هو ان المغرب من القدام يولي من المصنعين الكبار في العالم العربي وفي العالم وفي افريقيا فهمتيني هذا هو الهدف ديالو غادي يوليو دي ستار في العالم من المغرب هذا هو الهدف ديالنا ماشي اي واحد اللي يقول لا راه غير المغرب هذا خا المغرب راه برزقو حنا 40 مليون القاهره راه فيها شي 60 مليون بوحدو راه المغرب كله راه بخير عندنا بحورنا عندنا رزقنا عندنا لا كولتور ديالنا شبعانين كولتور الكولتور اللي عندنا ما عندش شي وحدين في العالم غنتحداو انا الثقافه اللي عند المغاربه واش عند شي وحدين اخرين ما كاينش تحت التنوع الثقافي يا صاحبي شحال عندنا ديال الثقافه حنا برو عندنا تاريخ ابار خرب من الموريش وانت طالع والمهم طيطا انا دي شارج عليا التليفون ان سويتشي ياك انا عاود ندخل في راه التليفون المهم عند اخويا طه بالي شوف بالي قريبا قلنا داكشي اللي خاص يتقال هنايا وبالنسبه راه كلشي راه غتعاود تزاد قايد عاودوا تزادوا لي زقور على عاودوا نديروها الدراري نقول لكم مشا نديروا اللايف هذا هو البلان الدراري الدريات وحنا راه بغينا بنادم يعرف شنو هو بغينا بنادم يعرف شنو هو واقع نيشان هادشي انا حنا والدراري خويا عبد الصمد الدراري حاجه وحده رغم هاد العوائق كامله ورغم هاد الفرانات كاملين راه بالنسبه لينا حنا كندوي على الراب والهيب هوب في المغرب راه الراب المغربي اللي وصلوا لهاد النيفو راه هو الحب صاحبي راه كنا كنخدموا بالحب اي واحد كنا كيخدم بالحب لا طه لا انا لا اي واحد خدمنا في الظلام صاحبي اما كان والو 10 سنين انا عمرني ما خديت درهم وكنا اكتيف وخدامين وعباد الله مريحين ما كيديروا والو كضربوا في العاقه داكشي علاش اخويا صاحبي الحياه عطاتكم حقكم الدراري انا بدات جات سمول لي وريك انا الدراري من 2017 نقولوا سيدي من 2028 وانا كندوس في الراديو يلا نقولوا من 2018 بار نقولوا 2018 وانا كندوس في الراديو 2018 19 20 ما خديتش فيها شريه خديت تخلص في 2021 قال لك راك تخلص في 2021 نرى من 2010 لسي لي لايف ديس بوكر كو باغ الدراري مهم بزاف غيبقى ديس بو اخويا سلي غيبقى ديس تحياتي الدراري تحياتي شكرا تحياتي اخويا سمول تحياتي اخويا وهادشي هذا راه كبر من هاد الموضوع هذا كبر من الموضوع ديال البيم ديا براسه البيم ديا غير واحد لو ستاد فهمتيني هادشي هذا عنده علاقه بلاكيتور ديالنا عنده علاقه بليدونتيتي ديالنا عنده علاقه بالاي دي ديالنا عنده علاقه بالكرامه ديال لي زارتيست والفنانه في المغرب وان يكون واحد الفيوتشر واحد المستقبل لاي واحد باغي يدير الفن في المغرب يكون عنده الحلم من عينا من اننا نقتلوا
الروح ديال المغاربه ونعيشوهم في واحد في واحد في واحد المرض اللي هو عدم الاستقرار النفسي اللي كيسوى كل شيء. اخويا الاستقرار النفسي اهم حاجه في الحياه هو نكون في واحد البلاد في واحد الارض وانا مستقر نفسيا كندير خدمتي وكناخذ الحقوق ديالي وكناخذ داكشي اللي كنستحق. ما بغيتش اكثر من حقي وما بغيتش اقل من حقي. بغيت حقي صافي اللي كنت كنستاهل القلب ناخذ كنستاهل اكثر ناخذ اكثر بس صافي نيشان ديال هضره اخرى ترى بطروليه فراس بيس تحياتي اخويا طه.